كما أشار السيد رئيس الحكومة أن الهدف هو أن يحس المواطن وأن تحس المقاولة بأثر ذلك في علاقتها مع الإدارة أو في تعاملاتها مع كافة المؤسسات والبيئات. ولهذا فهذا الورش مفتوح ومستمر، والإنجازات فيه إن شاء الله ستتتالى، وآخرها ما يتعلق بورش المراكز الجهوية للاستثمار وورش تعزيز الرقمنة بعد انطلاق عمل وكالة التنمية الرقمية. كما نوه السيد رئيس الحكومة بتفاعل غالبية القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات مع برنامج شيكاي الذي أطلق منذ حوالي سنة، والذي حقق نسبة عالية أولا على مستوى التفاعل مع الشكايات، بحيث من ما يفوق 80 ألف شكاية، أزيد من 60 ألف شكاية تمت معالجتها، بمعنى أزيد من 70%، وأن نسبة الرضا عن معالجة الشكايات أيضا مرتفعة. ودعا القطاعات الحكومية إلى أن تحرص أولا على الجواب في الأجل، وثانيا القطاعات التي ما زال عندها رصيد من شكايات لم تقع الإجابة عنها أن تعمل على الإجابة عنها، ولأن الإجابة ينبغي أن تنشر للمعني بالأمر، معتبرا أن هذا جزء من الإصلاحات والإجراءات التي تمت والتي سنواصل العمل فيها.